الآن بغداد بعد ما تغرق. أنا أعطيك كلام والفضل لله يعود ولأمانة بغداد وللحج الشعبي. بغداد بعد ما تغرق ته. إذا أسمعتوا في اليوم غا تعالوا علي راجعون يقولوا ليش قلت بعد ما تغرق. يعني واحد لازم يجيب بلم حتى يصبح. بغداد بعد ما تغرق. الحمد لله والشكر ما صاعد الماء، يعني المجار موجودة وخير من الله. هاي شنو سببها ليش؟ سببها الحكومة العراقية. احنا اليوم نقول لهم نعاهد مرجعيتنا، نعاهد ناسنا، قادتنا، احنا موجودين ان شاء الله في الميدان يد تدافع ويد تبني. الناس احتاجتنا، الياتنا موجودة، جهوزيتنا عالية ان شاء الله. انا شنو ذنبي عمي؟ شنو ذنبي انا هسه شنو ذنبي؟ قوة دم قلبه لميت هذا انا. شوف صار بي شوف. بغداد بعد ما تغرق. شو ما تغرق بغداد؟ أسباب الغرق رفعناها بعد ما تغرق. هاي حاليا ما طقت الدورة. لا أمارة بغداد ده تشتغل تفتر علينا ولا أهل الكهرباء. هسه هذا التيل اللي يطلع بخار. إذا سمعتوا في اليوم غا تعال علي راجعون. ليش بعد ما تغرق؟